أهلا بكم. ناس كتير بتسأل ليش الثعابين؟ إيش في الثعابين يخلينا نشوفها، نهتم بها، نراقبها، نتأملها؟ الثعابين حيوانات مميزة، غريبة، عجيبة، عالمها غامض بالنسبة للناس. فيها إمكانيات ما هي موجودة ولا في أي حيوان آخر، فيها قدرات عجيبة، فيها إمكانيات، عندها أدوات كثير جدا خلتها مميزة عن غيرها من الحيوانات. لكن نرجع نذكر أنه الثعبان مجرد حيوان. الثعابين عندها أول رادار حراري ظهر على وجه الأرض. في بعض أنواع الثعابين عندها حوالين الفم فتحات، هذه رادار ممكن تشوف بأي حاجة دون الحاجة لعيونها ودون الحاجة إلى أي مصدر إضاءة. الثعابين عندها أول جهاز إنذار ظهر على وجه الأرض. الأفاعي المجلجلة عندها طرف بيسوي صوت، هذا جهاز إنذار. ومو الأفاعي المجلجلة فقط، كل الثعابين الأصوات اللي عندها اللي هي الفحيح والكشيش اللي هنتكلم عنها في حلقة خاصة، هذه كلها تعتبر وسائل إنذار أو صفارات إنذار. الثعابين عندها ألوان ما هي موجودة في أي حيوان تاني. أي لون تتخيلوه، أي لون تفكروا فيه، أي لون شفتوه أو ما شفتوه هنلاقيه موجود في الثعابين. عندها نقوش على جسمها ما هي موجودة في أي حيوان آخر، نقوش تخلينا نوقف ونتأمل ونشوف إنه فعلا حاجة مميزة جدا. جلود الثعابين عبارة عن بصمة، كل ثعبان له الجلد الخاص به، هذه حاجة مميزة وحاجة غريبة. جسم الثعبان كله عبارة عن معدة. الثعبان يمكن الحيوان الوحيد الطويل بالشكل ده وجسمه كله عبارة عن معدة. طبعا في أعضاء حيوية تانية لكن المعدة أكبر عضو في الجسم. عشان كده الثعبان ممكن يأكل 5 إلى 6 أضعاف حجمه. الثعابين بتعيش ممكن شهر، شهرين، 3 شهور إلى سنة أو سنتين بدون ما تأكل. الثعابين بتجري، بتصطاد، بتتسلق، بتسبح، بتسوي كل حاجة بدون الحاجة إلى أي أطراف خارجية. الثعابين من الحيوانات القليلة في العالم إلا مختلفة الأشكال والأنواع، عندنا تقريبا 3000 نوع، بيوصل أكبر حجم فيها ل 11 متر وأقل حجم فيها لتقريبا 10 سنتيمترات. هذه حاجة محتاجة الوقفة ومحتاجة لتأمل. الثعابين عندها هيبة الناس بتخاف منها، معظم الناس، معظم الحيوانات بيخافوا منها، هذه برضو حاجة مميزة وحاجة تخلينا نتأمل المخلوق هذا، ليش الناس بتخاف منه وليش الحيوانات بتخاف منه. الثعابين دخلت في كل حاجة، دخلت في القصص، في الأساطير، ورد ذكرها في معظم الكتب السماوية. الثعابين دخلت في الصناعات، حنتكلم عن الأشياء والفوائد في موضوع خاص بفوائد الثعابين. الثعابين بعض أنواعها عندها سموم، السموم هذه بتختلف، في منها القاتل، في منها السم العادي اللي ما له تأثيرات إلا تأثيرات خفيفة، لكن بناخد علاج من السموم هذه. هذه برضو حاجة غريبة وحاجة مميزة، إنه أداة من الأدوات الإنسان بيستفيد منها، وقديش الإنسان استفاد من الثعابين. الثعابين عندها
إمكانيات أنها تعيش على الأرض، تحت الأرض، تعيش في البحر، تعيش في الجبال، تعيش على الأشجار. أشياء كثيرة جدا موجودة في الثعابين، صعب أن نحصرها كلها، لكن فيها أشياء تخلينا نوقف، تخلينا نفكر، تخلينا لازم نتأمل ونشوف حيوان زي الثعبان عنده إمكانيات كثيرة جدا، عنده أدوات كثيرة جدا، عنده وسائل يعيش بها بشكل غريب، شكل مختلف عن كل الحيوانات الباقية. هذه حاجة مهمة، حاجة تخلينا لازم نوقف ولازم نفكر ولازم نقدر الحيوان ده اللي هو الثعبان. ربنا ما خلق شيء على وجه الأرض عبث، خلقه لحكمة. اللي يهمنا في الموضوع إنه الثعبان حيوان مميز، ولازم نوقف عند التميز هذا ونشوف ونتأمل ونفكر إيش الأشياء اللي فيه. مو ثعابين بس، كل حاجة موجودة فيها خصائص، فيها مميزات، فيها أسرار لازم نوقف عندها ولازم نتأملها. تحياتي.